اهلا بيكم حبايبي طلبه طلبات الصف السادس، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا اولاد ليسن تو في كونسبت فور تو مع بعضنا يا اولاد، وان شاء الله نلحق نخلص المنهج والراجع وكل حاجه، محدش يقلق خالص. فاضل درسين هنخلصهم قريب ونبدا نعمل بعد كده مع بعضنا ريفيجن. different type of soil يعني الانواع المختلفه من التربه. في هنا ترو اور فالس، يقول لك ايه؟ بور سبيسز، الفراغات المساميه، ها، بتوين بارتكلز اوف سويل، بين جزيئات التربه، بتحتوي على ووتر واير. طبعا الاجابه دي ترو. اول سويل ريتير، كل التربه، كل انواع التربه، اوكي، بتحتفظ ذا سيم اماونت، بنفس كميه الماء. فالس، مختلفين عن بعض. ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. في هذا الجزء هندرس مع بعض التايبس اوف سويل. يعني ايه تايب اوف سويل؟ انواع التربه. قسموا العلماء التربه الى ثلاث انواع: ساند سويل، سيلت سويل، كلي سويل. تربه رمليه، تربه الطمي، تربه طيني. طيب ليه سموا التربه الرمليه بهذا الاسم؟ which contains large amount of sand particles، فيها جزيئات من الرمال كثيره جدا. طب والسيلت؟ which contains large amount of silt، فيها طمي كتير. والكلي which contains large amount of clay particles، فيها كميات كبيرة من جزيئات الطين. اوكي، يبقى يا ولاد التربة كام نوع؟ تلات: sand soil، silt soil، clay soil. طب هل في فرق بينهم؟ طبعا الفرق ان احنا هنعمل بعض التجارب وهنشوف من خلالها الفرق بين انواع التربة الثلاثة. هنجيب فلتر بيبر، ونجيب ماجنيفاينج جلاس، عدسة مكبرة، ونجيب ستوب ووتش ووتر، ونجيب ميجرنج كاب، ونجيب فانل أقماع، ونجيب تلات أنواع من التربة، وهنعمل بعض التجارب اللي مش هنحفظها هنفهمها بس أهم حاجة الكونكلوجن. هنجيب تلات الأنواع ونفحصهم مع بعض. هنلاحظ يا أولاد، هنلاحظ إن دي لونها يلو، دي لونها جراي، دي لونها بلاك او دارك. هنلاحظ كمان بالعدسه دي ان دي البارتكلز بتاعتها، الجزيئات بتاعتها بتبقى لارج، دي ميديوم، دي ايه؟ دي سمول. وراح لخص هذا الكلام في هذا الجدول الجميل. الفرق بين الساند والسيلت والكلي من حيث سايز اوف بارتكل، حجم الجسيمات، لارج، ميديوم، سمول. اللون في الساند يلو، سيلت جراي، الكلي دارك او بلاك. خلاص، مفيش حاجه صعبه، والكلام اللي جاي ده مكرر جدا. هنشوف بعد كده، هنعمل بقى تجربه عشان نعرف مين فيهم بيحتفظ بالماء اكتر. هنجيب ثلاث كؤوس، ونجيب هنا الفانل اللي هي الاقماع، ونضع هنا ورقه اسمها فلتر بيبر، ورقه فلتر. ليه؟ عشان التربه لما تنزل ما تقعش هنا. وفوق الورقة بتاعت الفلتر اللي هنا واللي هنا واللي هنا نحط تلات أنواع مختلفة من التربة. هنضع هنا الساند، ونضع هنا السيلت، ونضع هنا الكلي. وبعدين هنضف كمية متساوية من الماء أهي. هنجيب كمية معينة من الماء نضيفها هنا، نفس الكمية هنا، نفس الكمية هنا. وبعد كده ننتظر مثلا 3 دقايق. after 3 minutes record your result، سجل النتائج بتاعتك. هنلاحظ ايه بقى؟ التربه الرمليه دي فيها فراغات كبيره، فيها بورس بيسز، لارج بورس بيسز، فهتسمح بنفاذ الماء بسرعه، فكميه الميه اللي هتنزل هنا خلال 3 دقايق هتبقى اكتر من اللي هنا، واللي هنا اكتر من اللي هنا. ده دليل ان دي بتسمح بمرور الماء لكنها لا تحتفظ بالماء، تحتفظ بكمية قليلة جدا. دي متوسطة، دي لا تسمح بكمية الماء بنزول كمية كبيرة من الماء لأن مفيش فراغات كبيرة، فبالتالي احتفاظها بالماء بيبقى كتير. أكيد أنتوا فاهمين عشان شاطرين، صح؟ مركزين يا ولاد؟ لخص اللي فات ده كله في هذا الجدول أهو. الفرق بين الساند والسيلت والكلي من حيث amount of water collected، كمية المية المتجمعة. الميجرنج كاب في الساند كونتينز، هيبقى فيه حوالي 35 مللي لتر اوف ووتر،
يعني دي هبقى حوالي 35 ملي. طيب وبعدين في السلت في حوالي 20 ملي، اللي هي دي في السلت، اوكي. طيب وفي الكلي هيبقى في حوالي كام؟ 10 ملي. ده دليل على الكونكلوجن بقى، الاستنتاج. استنتاج ايه يا حلوين؟ طيب الاستنتاج بقى، نستنتج ايه يا اولاد؟ ان السانت سوين التربه الرمليه اللو ووتر تو فلو فاست، تسمح للماء انها تعدي بسرعه، يعدي بسرعه. This means ده معناه ان هي عن التربه الرمليه دي عندها ايه؟ لارج اماونت اوف بور سبيسز، فيها فراغات كتيره. خلاص؟ So sand soil can retain او hold، ده معناه ان التربه الرمليه بتحتفظ ب small amount of water، كميه قليله منين؟ من الماء. طيب السلت بقى اللو ميديم اماونت اوف ووتر، تسمح بكميه متوسطه للماء انها تعدي تمر. This means that ده معناه انها has medium amount of pore spaces. خلي بالك كل خصائص السلت دايما استخدم فيها كلمه medium، متوسطه في كل حاجه. medium تحتفظ بكميه، اسف، فيها كميه متوسطه من الفراغات او المسافات البينيه، او المسافات المساميه اللي بين الجسيمات بتاعتها. So silt soil can retain medium amount of water. السلت بتحتفظ بكميه متوسطه من الماء. خلاص يا ولاد؟ طيب طب والكلي سوين؟ التربه الطينيه allow water to flow slowly، تسمح بمرور الماء ببطء. Through it this means that it has a small amount of pore، فيها فراغات قليله جدا. So clay soil can retain more amount of water، يبقى هي فيها فراغات قليله، مرور الميه فيها بيبقى بطيء جدا، بتحتفظ بكميه كبيره من الماء. Retain amount of water. فاهمين يا اولاد؟ اللي بعده راح لخصوا كل اللي فات ده في هذا الجدول، مقارنة بين الساند والسلت والكلي من حيث السايز اوف بارتكل، حجم الحبيبات، هنا لارج ميديوم سمول، الكلر يلو جراي دارك، فلونج سرعان الماء، فاست ميديوم سلو، ريتينينج ووتر الاحتفاظ بالماء، سمول ميديوم لارج. كل الكلام اللي فات لخصه في هذا الجدول. نوت، ملاحظة، soils that retain medium amount، خلي بالك بقى الملاحظة دي مهمة، التربة اللي بتحتفظ بكمية متوسطة من الماء become more fertile، بتبقى أكثر خصوبة، يعني أكثر تربة خصبة السلت. ليه؟ because it keeps its organic material، بتحتفظ بالمواد العضوية. and this help in the plant growth، وهذا يساعد على نمو النبات. يبقى أكتر تربة خصبة من السلت جفريزون، because it keeps its organic material، لأنها بتحتفظ بالمواد العضوية. خلاص يا ولاد؟ أوكي. check your understand true or false. 1. sand soil has small size particle، السند عندها حجم حبيبات صغير. false، ده أكبر واحدة فيهم. silt soil retain very small، بتحتفظ بكمية قليلة من الماء. لا، دي الساند. الكلر اوف كلي بلاك، تمام او دارك، تشوز. سويل كان بي كلاسيفايد، تربة ممكن تصنف الى 3 ديفرنت تايبس، تلات انواع. 2 ساند سويل، تربة رملية، هاز نوت اماونت اوف بور سبيسز، تربة رملية ساند سويل عندها ايه؟ بور سبيسز، فراغات طبعا لارج، فيها فراغات كتيره جدا بين اتس بارتكلز. خلاص يا حلوين؟ نشوف مع بعضنا الصفحه اللي بعديها. ايكو سيستم ديبند اون سويل، يعني الانظمه البيئيه. فاهمين يا اولاد؟ الأنظمة البيئية بتعتمد على التربة،
هناخد باختصار شديد العلاقة بين السويل والقلايميت. هل التربة لها علاقة بالقلايميت؟ هل القلايميت لها علاقة بالتربة؟ هنشوف دلوقتي. Soil is formed of many layers. التربة بتتكون من طبقات. Soil affects the climate. التربة بتؤثر على المناخ. Of the ecosystem بتاع النظام البيئي. As the type of plant, نوع النباتات that grow in a certain soil. نوع النباتات اللي بتزرع في التربة. Have large impact, لها تأثير كبير في التمبريتشر والويزر اوف ذا ايكوسيستم. يبقى النباتات اللي بتتزرع لا علاقة بالتمبريتشر درجة الحرارة والطقس، لان النباتات بتاخد الكربون دايوكسيد وتطلع اكسجين، ونباتات بتطلع كمان ووتر فيبر. فاهمين يا اولاد؟ من خلال الاستوميتا، وده بيأثر على الويزر وبيأثر على التمبريتشر. فعلشان كده التربة اللي بيتزرع فيها النباتات لا علاقة بالكلايمات بالمناخ. And also وأيضا الكلايمات of an ecosystem بيؤثر المناخ، زي ما التربة من خلال النباتات اللي فيها بتأثر على المناخ، المناخ أيضا بيؤثر على characteristics الصفات of the soil. يبقى الاتنين بيأثروا على بعض، السويل بيأثر على الكلايمات والكلايمات بيأثر على السويل. For example، مثال، المثال بتاعنا humid area، المناطق الرطبة. During rainfall، أثناء سقوط الأمطار، soil of humid area، التربة بتاعت المناطق الرطبة، retain large amount of water، المناطق الرطبة اللي فيها مطر كتير بتحتفظ بكميات كبيرة من الماء. That may wash down the nutrients of the soil. فاهمين يا أولاد؟ واش داون يعني يدفع بقوة لأسفل. المية الكتيرة بتدفع العناصر الغذائية إلى أسفل. So some mineral، بعض الأملاح أو المعادن، may fall below the soil، تفضل تنزل وتترسب تحت التربة. Soil layer، طبقات من التربة. This will form، ده بيكون hard layer، طبقة صلبة. That plant root can't penetrate، جذور النباتات، يبقى التربة تفضل تمتص في الماء، تمتص في الماء. كل ده ينزل عناصر غذائية والأملاح والعناصر اللي تحت لحد ما يكون طبقة صلبة تحت تمنع مرور الجذور إلى أسفل. خلاص، زائد إن بيبقى فيها كمية قليلة من الهواء، الفراغات، وكمية قليلة من الهواء. فاهمين يا أولاد؟ نشوف الندي مع بعضين. In most humid area، في معظم المناطق الرطبة، ينزل too much water، لما يكون في مية كتير. The soil in this area، التربة في هذه المناطق، become waterlogged. يعني ايه waterlogged؟ تربة مشبعة بالماء. اوكي، waterlogged يعني مشبعة بالمياه. فاهمين؟ يبقى في بعض المناطق الرطبة بيبقى when there is too much water، لما بيبقى فيه مياه كتيرة. The soil in this area، التربة في هذه المناطق بتصبح waterlogged، مشبعة بالماء. So that contain very large amount of water، فيها كمية كبيرة من الماء. And very little amount of air، هي مليانة مية بس كمية الهواء اللي فيها قليل. And this doesn't help root، وهذا لا يساعد الجذور بتاع النباتات to grow. And also some living organisms، بعض الكائنات الحية، in this soil to live. يعني كمية المياه كتيرة، كمية الهواء قليلة، ده لا يسمح بأن الجذور تنفذ أو تنمو بسهولة خلال هذا النوع من التربة، وأيضا بيبقى صعب على الكائنات الحية أنها تعيش. أوكي، طيب the hot dry area، مناطق الحارة الجافة. المناطق الحارة الجافة بقى، in hot and dry area، في المناطق الجافة الحارة قوي دي، the soil which rich with clay particle، ممكن تكون الأرض دي مليانة جزيئات من الطمي أو الطين، بس هي جافة جدا. أوكي، the clay become dry، الكلي بيصبح جاف due to drought condition، نتيجة حالات الجفاف. That will form، ده بيكون طبقة layer that doesn't allow much water to flow، لما بتبقى ناشفة قوي، نيجي بعد كده
تنزل عليها أمطار بيبقى صعب عليها إن الأمطار تتخللها وتنزل إلى أسفل. فاهمين يا أولاد؟ يلا اللي بعده قربنا نخلص. يلا هو درس طويل شوية بس سهل. دراي سويل تربة الجافة. The sand soil is dry. تربة رملية وتربة جافة. And loose مفككة. The drain water quickly. تسمح بتسريب الماء بسرعة. So large tree can't grow in it. تسمح بتسريب الماء عشان كده الأشجار الكبيرة مش بتنمو فيها. Savanna are grassland ecosystem. غابات السافانا عبارة عن أرض عشبية تحتوي على dry sand soil. يبقى dry soil من ضمن الأمثلة بتاعتها غابات السافانا اللي موجودة فين؟ في السنترال أفريكا، وسط أفريقيا. طب غابات السافانا دي فيها جراز أعشاب؟ آه. طالما فيها أعشاب فيها كائنات؟ آه فيها كائنات تأكل الأعشاب اسمها هيربوفرز. وطالما فيها كائنات تأكل الأعشاب فيها كائنات تأكل الكائنات اللي بتأكل الأعشاب دي اسمها كارنيفرز. فاهمين؟ عشان كده بيقول لك الكائنات اللي هناك بقى السافانا contains variety of grasses. variety يعني متنوعة. غابات السافانا بتحتوي على أعشاب متنوعة and small plants نباتات صغيرة بتتاكل عن طريق herbivores. herbivores يعني آكلات الأعشاب. نباتات بتاكل أعشاب زي الجازل اللي هي الدير أو زي الزبرة أوكي الحمار الوحشي. دي كائنات بتاكل ايه؟ أعشاب فقط. depend on these grass تعتمد فقط على الأعشاب and small plants. طب النباتات اللي بتاكل دي بقى الجازل دي بنسميها ايه؟ بنسميها كارنيفورس. يبقى في جرازز في هربوفرس كأكلات أعشاب كارنيفورس أكلات لحوم زي الليون الأسد شيتا أوكي depend on herbivorous. يبقى الكارنيفورس كائنات اللحوم بتعتمد على الهربوفرس اللي هي اكلات الاعشاب زي الجازيل اللي هي الدير. فاهمين يا اولاد؟ اوكي اخر جزئيه في هذا الصفحه soil in bog. البوج يعني نوع معين من الاراضي الرطبه اسمها مستنقع. اسمها ايه؟ مستنقعات دائما فيها ميه باستمرار. كلي soil which rich with clay particle التربة الطينية اللي هي غالبا فيها تحتوي على طين كتير جسيمات طين كتير. retain بتحتفظ much water very well طبعا so the soil may be wet most of time. هذا النوع من التربة wet يعني wet رطبة. ليه رطبة معظم الوقت؟ because it contains much water. okay most of plants that grow in this wet معظم النباتات اللي بتنمو في هذه التربة الرطبة are basic for bog ecosystem تبقى أساسية لإيه؟ لهذا النوع من المستنقعات. The moist condition ظروف الرطبة in bog lead to very cold temperature رطبة باستمرار فده بيؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة اللي فيها. cold temperature يعني درجة حرارة إيه؟ منخفض. طب يا ترى يا مستر في كائنات بتعيش في هذا النوع من الأراضي اللي هي البوكس اللي هي المستنقعات. آخر صفحة مع بعضينا دي بعض أنواع الكائنات. The most common animal live in bog ecosystem. معظم الأنواع الشائعة اللي بتعيش في البوج ايكوسيستم اللي هي الفروج والموسكيتوس. يبقى نلاحظ إن في البوج فيها مية كتيرة. نلاحظ ان هي ويت سويل تربه رطبه. نلاحظ ان الكائنات اللي بتعيش فيها تتمثل في الفروجز والموسكيتوز ضفادع والناموس. اخر حاجه بس بفكرك ما تنساش اللايك الجميل بتاعك عشان يوصل لكل اولادنا وبناتنا وكله يستفيد مع بعضنا. تشوز ذا كوركت انسر. هيربوفرس وتش ليف ان سافانا ساتش از. الهيربوفرس كائنات اكله الاعشاب اللي بتعيش في السافانا زي كائنات أكلة أعشاب بتعيش في السافانا جازيل اللي هي الدير. لكن اللون والشيتا كائنات كارنيفورس أكلات لحوم. This temperature of bog the temperature of bog لسه قايلينها درجة الحرارة في المستنقعات بتبقى كول عشان رطبة دائما.
In a humid area في المناطق الرطبة during rainfall أثناء سقوط الأمطار soil retain التربة بتحتفظ ب large amount of water كميات كبيرة من الماء. كده الاسم كله خلص. إن شاء الله الفيديو القادم هنحل عليه. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، وإلى اللقاء محترمين في الفيديو القادم إن شاء الله.